بس يابا يا جامد. أيوة. طب يعني هنشتغل ايه عشان نبقى بزنس مان؟ انا افهمك. أيوة. مش في ناس هنا في القاهره بيبقى عندها عماير كبيره؟ ايوه، هنبقى اصحاب عماير ونلعب في البزنس لعب. لا يا عبيد، مش جوه العماير دي بيبقى في ناس صحاب شقق. ايوه، هنبقى اصحاب شقق ونولع الدنيا في القاهره. لا يا هطل، مش الناس اللي عندها شقق دي بتكلم ناس يجوا يشطبوا الشقه؟ ايوه، هنبقى مجولين ونلعب في البيسبس لعب. لا يا متخلف، المجولين دول مش بيجيبوا ناس عشان يكسروا الحيطان؟ ايوه، هنكسر الحيطه وهنبقى اكبر كسرنجيه في القاهره يابا. كسرنجيه ده مش والناس فيها بيتكسر، ممكن عماره توجع. ايوه، هنسندها وهنبقى المسندجيه. مسندجيه ده يا لا، مش والعماره وهي بتوجع بيبقى في ناس قاعده على القهوه مالهاش دعوه باي حاجه؟ ايوه. اتفضل اترزق واقعد. نبي يعني احنا كده في الشغل؟ ايوه. يا سلام، سايبين بلدنا كل ده وجايين هنا نشتغل قاعدين على القهوه؟ ايوه، هلا العب براحتك وهيص يابا. احنا قاعدين على القهوه مش قاعدين في مارينا. ايوه يابا. بس متعبه موت شغلانه القاعد على القهوه دي. طب ده بتجيب غضروف، المفروض يامنوا علينا والله. طب تتريق يا دلوقتي ولا ايه؟ اوعى تتريق، دي مصر كلها بتشتغل الشغلانه دي. مصر كلها قاعده على القهوه؟ والله يا قاعدين. ودول قاعدين على القهوه؟ ايوه قاعدين. مش لاقيين شغل فبيجوا عندي بقى، بدل ما المباحث تخش علينا. خلاص يابا.